مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. كم سؤال وكم ملاحظة بتمنى تسمعون مني، ورح أحكيهم إنجليش وعربي على نفس الفيديو. أول شيء، بعض الملاحظات اللي بتجي بالنسبة لتحديد المواعيد. تحديد المواعيد مو معي، فأنا لما بشوف سؤال عن تحديد المواعيد مش رح أقدر أجاوب عليه. هاي أول ملاحظة. ثاني شيء، بالنسبة لأوقات التواصل، أوقات التواصل هي من الساعة 2 للساعة 8 فقط، قبله ما بقدر وبعده ما بقدر لكذا سبب، وخلالها ممكن ما أقدر كمان أحيانا إذا كنت مشغول فمش رح أقدر. ولكن حتى لو أنتوا بعتوا أنتوا أحرار، بس أنا مش رح جاوب إلا بين الساعة 2 للساعة 8، إلا إذا كان في أمر ضروري. فأنا مني لحالي أنا ممكن بادر وأبعت رسالة واتساب. إذا أول شيء لنرتب الموضوع، تواصل من الساعة 2 للساعة 8. سؤال بالنسبة لتحديد المواعيد، تحديد المواعيد مو معي، ما بقدر أنا أحدد مواعيد لكذا سبب، لأنه مرتبط بالمنسقة، المنسقة مرتبطة بالكول سنتر، مرتبطة بالاستقبال، مرتبطة بكذا شغلة، وأنا الجدول مو معي. إذا تحديد المواعيد مو معي، رجاء 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 لو تفضلتم ولو تكرمتم. طب ما رح جاوب على السؤال، ومش رح أقول لك مو الجواب مو عندي، أنا ما رح جاوب. تمام. قبل التنتين وبعد الثماني كمان مش رح جاوب، إلا إذا كان أمر ضروري فأنا ممكن أكتب لك، أو أنا ممكن أكتب لك وذكرك. الشيء الثالث، بالنسبة للأسعار، الأسعار كمان لا تحدد على التليفون لأسباب كثيرة. رح أحكي عن شغلتين ثلاثة بهذا الموضوع. لما بيجي حدا وبيقول لك مثلا شفت وشد، هيك بيقول لك شفت وشد البطن، أوكي، بيجي بيقول لك شفت وشد البطن، انت او انتي مش قادرين تعرفوا شو يعني كلمة شد، مع الاحترام والتقدير. شو يعني كلمة شد؟ يعني المقصود فيها ما هو الاجراء الذي يتبع لاجراء لاتمام مسألة الشد، هيك رح نقول. فانتوا بتجوا طبعا لعندكم كمية كبيرة من الدهون وبدكم تشيلوها، لا تتوقعوا الجلد بينشد بالليزر مثلا او الفيزر بالحجم اللي بالكم او بالقدر اللي انتم متوقعينه. تمام. لما بنعمل شفط وشد، مثلا عملنا الشفط سواء فيزر سواء ليزر او شيء اجراء تاني، الشد اللي بيتبع هذا الموضوع مختلف. يعني انت بدك تعمل شد للجلد، كيف انت متخيل الجلد ممكن ينشد بالبيزر اللي له هو سمعه، وانا مو ضده، بس ولكن الدكتور هو اللي بحدد لكم امتى بينفعك ليزر، امتى بينفعك بيزر، امتى بينفعكم شد جراحي. فاذا شفت وشد، هذه الكمية ما بتتحدد على التليفون. تمام. اضافة الى الشد، الجراحي بياخذ وقت، غير لما تكون عندك كمية، يعني كمية ترهل بسيطة وبدك تعملها مثلا بفيزر. الشد الجراحي بياخذ وقت لأسباب كثيرة، فإذا السعر لا يحدد على التليفون. إضافة لأنه أنتوا اللي بتجوا، خصوصا السيدات وبعض الرجال اللي بتجوا، وطبعا بتبعا للسيدات والحمول والولادات المتكررة، فصار عندكم انتو وبكتير من الحالات اللي هيك نحن بنفحص البطن، بصير عندكم تباعد بعضلات البطن. هون في عضلة اسمها المستقيمة البطنية بتجي ترتكز او بتنشأ، رح نقول من الحافة السفلية للقفص الصدري، بترتكز على عظام الحوض، هيدي بتتباعد وبصير فيها فتق. فهون حتى لو انتو عندكم إجراء يسمى شفط دهون، فمش رح يزبط لأنه وجود فتق.
ليش ما قالوا لكم علي حد تاني؟ هذه مشكلتكم ومش مشكلتي انا، مشكلة الشخص التاني اللي قالكم. لو ما رح نقول كلمة مشكلة، بس انه الموضوع يتبع طريقة الفحص، ما رح نقول هذه الاشياء السلبية. اذا السعر لا يحدد بالنسبة للشفط، او واحدة بدي تقول لي بدي اعمل كونتور، قديش كونتور؟ شو كونتور؟ وجه ولا كونتور؟ شو كمان بنيجي لما بيجي شخص وبيقول لك كونتور وجه قديش بكم قديش بكلفني؟ هون نحن ما عم نشتري، سوري، ما عم نشتري بطاطا، ما عم نشتري كيلو بطاطا او كيليان بطاطا. الحالة تتبع الموجود، ممكن تحتاج بوتوكس معه، ممكن تحتاج فيلر، ممكن تحتاج خيطان، ممكن تحتاج بوتوكس وفيلر وخيطان. إذا كمان ما بقدر أحدد لك السعر، أو ما بقدر أحدد لك السعر. لما بتحكوا بدي بوتوكس، قديش سعر البوتوكس؟ حسب حالتك، ولكن اتأكدوا ما في حالة أقل من 70 ل 75 يونت. اللي بيقول لك أو اللي بتقول لك بدي بس ارفع الحواجب، يا عمي رفع الحواجب مو هيك هذه النقطة، بنقطة أنا فيني ارفع هيك، ولكن بتصير بتنط مثل الثمانة. لازم توازن العضلات اللي فوقها وتحقن بوتوكس، مو بس مشان هدول، مشان لما بيجي بيقول لك رتوش، بتجي بتروحي وبتعملي رتوش وما بتستفيدي، وبتطلع بيطلع المنظر بيعطيكم فكرة سيئة عن البوتوكس، والبوتوكس مو هو. تمام؟ إذا طريقة التوزيع هي اللي بتساعد تعطينا نتيجة حلوة كويسة للبوتوكس بتناسب. هاد من ضمن الأشياء اللي كمان بتصادفنا. إذا كمية الفيلر بيحددها الدكتور اللي شايفه، اللي شايفه بالموضوع، مو بس انتو مثل ما متوقعين، لانه في الدكتور كمان عنده خيال وعنده طريقة. ممكن انتو تكونوا حافظين مثلا او متعاملين مع دكتور وعاطيكم هذه النتيجة، لما يكون الشخص الثاني مش رح يشتغل على ذوق الدكتور الثاني، رح يشتغل على ذوقه تبعا للي شايفه. ممكن يكون هذا الشيء تبعا للعمر، انتي كنتي عم تزوري الشخص فلاني من سنتين وكان بكملك او بكفيكي كذا، خلال هالسنتين انت تغيرتي انحفتي. ومعظمهم بيجوا وعم يحاولوا يعملوا ريجيمات سريعة، فبيصير مثل اليويو. حتى بالوجه، اول منطقة بتنحف بالجسم هي الوجه، اذا ما بنقدر. بالنسبة للانف كمان نفس الشيء، بيجي بيقول لي او تيجي بتقول لي على التليفون قد ايه عملية تجميل الأنف. الأنف في عندي أنا الجزء، ظهر الأنف، الجسر، البريدج، ريدج اوف ذا نوز، إذا موجود في مشكلة أو لا، التيب إذا فيها مشكلة أو لا. التيب هي ذروة الأنف، جناح الأنف، الآلر اوف ذا نوز إذا في مشكلة أو لا. هي صاروا ثلاثة مينيموم، إضافة إلى إذا في انحراف بالسيبتوبلاست، انحراف بوترة الأنف، صاروا أربعة. إذا السعر ما بيتحدد على التليفون، إضافة إلى أنه لما بدكم تتواصلوا، فضلا ولو كنت متواصل قبل بكم يوم، مو بس قبل بكم يوم، قبل بكم ساعة، ألقي التحية والسلام، لأنه السلام لله مش إلي. ألقي التحية والسلام وقول من فضلك واسأل. إذا كنت شخص جديد، عذرا بدك تقدم اسمك، هذا شيء لا اقدر انا اتخاطب معه. اقل حقوقي بالتعامل معي اللي انا اسمي الشخص فلاني وبدي اسالك لو تكرمت عن الشيء فلاني. انا هيك بتعامل وهيك انا بتعامل مع الناس حتى اللي ما بعرفهم، مساء الخير كذا. واتمنىها ما حدا يبعت لي ويقول لي مساء الخير ابعت لي انستغرامك. انا ما رح ابعت لك انستغرامي، انا ما بعرفك لابعت لك انستغرامي. اللي مساء الخير انا الشخص فلاني ولو تكرمت بدي اسالك على الانستغرام، ممكن تبعت لي اياه؟ فانا وقتها رح جاوبك بطريقه تانية، مش رح جاوب. اللي بيبعت بيقول لي بدي اعرف شو سعر كذا، كمان ما رح جاوب اذا كان رقم جديد، عذرا. انا تقريبا هيك لخصت الملاحظات، رح احكيهم باللغه
الإنجليزية للأشخاص اللي عم يتواصلوا بالإنجليش. Good evening, how are you? Wish you are fine. According to the clients who are contacting me, kindly please. Kindly please. According to the questions about the prices of like liposuction, I can't give you the exact price on WhatsApp because I should inspect you because you may have sagging of the skin, you may have the quantity of fats you have, and you may submit to abdominoplasty, not liposuction. You may have another problems like hernia, so I will not be able to give you the price. This is for liposuction and abdominoplasty. According to the nose, when you ask me about rhinoplasty, the price, it is related. If you have hump that reaches the bridge of the nose, the tip of the nose, the alar of the nose, if you have deviation, those are four things. Okay? So I will not be able to give you the price. According to them, to those who ask me about the non-invasive rhinoplasty, it is related, it can be done by filler, threads, both of them, and we may add Botox. So I will not be able to give you the exact price. According to the time of to send me WhatsApp, it is between 2 p.m. to 8 p.m. I'll not be able to answer you before or after. If you need anything, I will, and you, if you were my client, I'll be the one to contact you. I will not wait for you to contact me. I will reply to you quickly, or I will be the one contacting you. According to the way, first introduce yourself in order to know that you are male or female. If you are new to me and you want to send on WhatsApp, so you should send your name, and if you are male or female, I should know. And this is the principles of the way I deal with people. And kindly please don't tell me or ask me to send you my Instagram account, and you are the one who I don't know you. I will not send it. And according to the, if you want to chat with me, you should introduce by hello, how are you, doctor? It should be, this is my rules. It is not related to being doctor or no. It is related to say hello. Hello, how are you? Then you can, I am, if you are new, I am a person. And I need to ask you about, if you, I know you before, so please kindly, you will tell me, hello, doctor, how are you? I want to ask you about. That's all about that. Wish you be satisfied with what I told you, please.